ريت لو رهفي عند أخ أو أخت. صحيح وينها؟ طلعت لتنا. شو وضعها؟ ما لها منيحة أبدا، ما عم تتقبل غياب ليلى. هي عرفت إنه ليلى ما قبلت عرضك بالزواج منها. كيف بتقولي لها هالشي؟ كنت مجبورة أخبرها، هي سمعتني أنا وليلى عم نحكي بموضوع زواجكن، تأملت بهالشي، سألتني إمتى ليلى رح تعيش هون، وأنا اضطريت إني أوضح لها الموضوع. هي ما راح تفهم أبدا. القصة كبيرة يا أخي، رهف أساسا حطت ليلى بمكان أمها، ودائما عم تحلم إنه يصير عندها أخ. أنت حكيتي مع ليلى آخر مرة؟ امبارح حكيت معها. اتصلي فيها، ما عم ترد على اتصالاتي. تليفون مسكر، بلكي ما في تغطية. بكفي، طفي هالأضوية لشوف. يلا، أصلاً هذا اللي بدي إياه. أصحاب طقوسك بين عيونك. أنا شو عملت لحتى عصبتك لهالدرجة يا بوسات؟ انت نصبت النفخ. انا شو بعرفني انه الثعلب كان عم يستناني ليقتلني؟ بعدين مو قلت لكم لا تلحقوني هديك الليله؟ لا تحاول انك تلف وتدور، القصه اللي بيناتنا لازم تنتهي هالليله. لكان اجيت لتنهي القصه اللي بيناتنا. انتو ثلاثه وانا هلا لحالي. يا ترى عندك الجرأة لتواجهني لحالك؟ رجال لرجال. شو؟ لتكون خفت؟ بالعكس، أنا انبسطت كتير.
منه. موسات نسيت هاي. يا أردان، حددت المكان الجديد لحراس المعبد، رح أبعت لك اللوكيشن. شكرا لك. لف من هون. وإيه بخصوص مارتن؟ منكمل ملاحقته بكرة. أردم لقى مكان حراس المعبد الجديد. لإمتى رح نستنى؟ لا تستعجل يا ابني، نحن بدنا نروح لحتى نصيد الثعلب اللي عم يلاحقوه الكل، لهيك نحن لازم نتحرك على مهلنا. وبعدين رح أقوص رصاصة بنص جبينه. لقيته. انتوا طلعوا وقول لرجالنا اللي برا قربت شغلتنا. هاي الليلة الثعلب رح يجي على واحد من مستودعاتي ليشوف البضاعة. كتير منيح، خليه يجي. رح أسلق فروته لهالثعلب. كأنه تليفونه مسكر. أنا خايفة يكون صاير معها شي. أردم اسمع، حدد لي مكان ليلى عن طريق إشارة موبايلها فورا. أخي لا تقلقي صفية. Thank you.
مين ها؟ ما بعرف شو جابه بنص الليل. مساء الخير يا شباب. أهلين، مساء الخير. شو أنت ضايع؟ لا تقريبا لقيت طريقي. معي سمك تازة، تشتروا مني؟ لا يسلموا، هالمكان خاص، ممنوع توقف هون. هالسمكات كتير طيبين، صدقوني رح يعجبوكم. هلا مناكلهم مع بعض. شو عم يصير؟ تعرضنا لهجوم. كيف عرفوا هذا المكان؟ شلون؟ قلي. ما منعرف أبدا، بس لازم نترك هالمكان بسرعة. انتبهوا منيح لبين ما نروح من هون. حاضر سيدي. انت يلا تعال معنا. ما عم بفهم يا عمران، تليفونات ليلى وبيرسان مسكرين. ليلى ما بتسكر موبايلها، شو ما صار؟ خايف يكون صاير معهم شي. بلا ما تفكر بالسيء يا أخي، مو هنن بإجازة، بجوز يكونوا راحوا على السينما. أه
اي اردم. سيدي، اشارة تليفون ليلى عم تجي من مشفى. قلت لي مشفى؟ وين مكان هالمشفى؟ باسطنبول. باسطنبول؟ انا بعثت لك العنوان على تليفونك. لف من هون عمران. نحن بعدنا السيد ألجس عن المكان. اسمعوني، بتروحوا على البيت فورا. مين ما فات على هداك البيت ما لازم يطلع عايش. مفهوم سيدي. معقولة ممكن يكون في غلط في الموضوع؟ احنا لحقنا مارتن على نفس المكان النهاردة. لا يا طلحات، يجينا على المكان الصحيح. أخي مراد طلع معه حق بشكه، معناتها مارتن له علاقة بحراس المعبد. تحرك. Thank you.
في حد سبقنا على هنا، مفيش حاجة موجودة. تفتكر مين اللي ممكن يكون جه وقتل كل الرجالة دي؟ أنا بعرف مين اللي عملها. خلينا نطلع. دع. لو سمحتي، غرفة الأنس ليلى وينها؟ سيد مراد، حضرة النائبة عم ترتاح بغرفتها هلأ. هلأ بلشنا بعلاجها. علاجه؟ علاجها مشان مرض السرطان، بلشت بالعلاج الكيميائي. غرفتها هون، إذا بتحب فيك تشوفها. هي بحاجة لترفع لها معنوياتها. Taşan aleyyam, taşan.
قدرت خبرك. وأنا عندي كتير شغلات ما قدرت خبرك إياها، وأهمها إني بحبك.